كابتن كريم، طبعا في مباراه بين الاهلي والزمالك سوبر افريقي، ازاي بتستعد للمباراه زي دي؟ يقول لنا الاجواء، يعني الزمالك كسب السنه اللي فاتت سوبر افريقي، ازاي يعني بتستعد لمباراه زي دي؟ ديربي والجمهور بيبص لها، ايه اكتر حاجه بتحاول تعملها قبل المباراه عشان تجهز نفسك ليها؟ لا، هو طبعا بيبقى استعداد خاص، خاصه انت بتلعب منافس قوي، منافس قوي طبعا، طبعا بيستعداد خاص، انت بطوله كبيره زي السوبر، وفي نفس الوقت لما تلعب ماتش ديربي فطبعا مباراه صعبه جدا، وتبقى في اخر موسم فبتبقى برضو اجواءها صعبه شويه، بتبقى حمل السيزون كله يعني في الوقت ده، فماتش صعب، ونتمنى ان شاء الله نكون ربنا وفقنا ان شاء الله. يعني كنت سالت برضو الكابتن يحيى الدرع على مين اللاعب اللي من الاهلي نفسك ينضم للزمالك، وبرضه قول لي لو في لاعب الاهلي مثلا بتقلق منه شويه وهو داخل عليك بالهجمه. انا عارف طبعا انت لا الله يخليك، لا والله، لا هو يعني بصراحه فرقه الاهلي كلها فرقه كويسه جدا، وفرقه كلها محترمه، وكلهم يعني اصحابي واخواتي، وفعلا مش كلام يعني، حقيقي يعني، كلهم لعيبه المنتخب، كلهم لازم نعمل لهم حساب، انهم كلهم لعيبه كبيره جدا، واي حد لازم يعمل لهم حساب، يعني مش كريم او اي او الزمالك او اي حد، لكن كل الناس تعمل لهم حساب، فرقه محترمه، وكلهم طبعا كلهم لعيبه خطره، يعني مش واحد او اثنين، لكن كلهم لعيبه خطره، وكلهم لعيبه فعلا ليهم اسمائهم وليهم شخصياتهم في الملعب، وان شاء الله يبقى ماتش يعني ان شاء الله يبقى كويس ان شاء الله. بطوله افريقيا هتتلعب في مصر، شايف الاجواء خصوصا في كاس العالم ما كانش فيه حضور جماهيري، شايف الاجواء عامله ازاي؟ اتمنى طبعا، بقالنا فتره ما لعبناش بحضور جماهيري، اتظلمنا كبير، ظلم كبير جدا، ان احنا مش ظلم مقصود، لكن ظلم بالظروف اللي اتحطينا فيها والكورونا والحاجات دي كلها، ان احنا ما لعبناش في اجواء فيها جمهور، وده طبعا كان هيدينا يعني فرصه كبيره ان احنا ممكن نوصل لابعد من كده من دور الثمانيه، لكن هو ده اللي اتحطينا فيه، لكن ان شاء الله عندنا بطوله افريقيا اللي جايه دي في مصر، وان شاء الله كمان اللي بعديها تبقى في مصر، ان شاء الله بتمنى ان الناس تبقى من اول يوم لاخر يوم موجودين، مش اول يوم في الافتتاح واخر يوم بس، اتمنى ان شاء الله ان هم يكونوا في كل الماتشات موجودين، مش عشان خاطر المنتخب بس، عشان خاطر كمان البطوله تبقى يعني تبقى ليها شكل وليها طعم يعني مختلف، احتفاليه يعني من اول يوم لاخر يوم، وطبعا بطوله صعبه جدا، بطوله افريقيا فيها منتخبات قويه جدا، خاصه الفرقه الافريقيه دلوقتي بقت تجيب لعيبه من فرنسا، وبيديهم الجنسيه، او مش بيديهم الجنسيه، بيخليهم يلعبوا معاهم باسم بلدهم، وبيكون بيبقى شكلهم بيبقى احسن من قبل كده بكتير، وفرقه بتبقى قويه، بياخدوا لعيبه كانوا بيلعبوا في منتخبات فرنسا ومنتخبات منتخبات كتير قبل كده، هتبقى بطوله مش سهله خالص، ما فيش طبعا، ما ينفعش نقول لا اصل هي بطوله مثلا في مصر او منتخب مصر، لا طبعا في منافسين قويه جدا، والبطوله بتبقى سهله، ما فيش بطوله بتبقى داخل فيها بتبقى ضامن ان انت تكسبها 100%، ده مستحيل، لان انت بتلعب فرقه كبيره، الديربي يعني كاس العالم بيبقى ليه اجواء وليه منافسته وليه شكله وليه يعني بتبقى زي ماتشات ديربي الزمالك والاهلي، لو الزمالك ما بتبقاش عارف في الماتشات راح فين، ده نفس اللي بيحصل مع تونس والجزائر، بتبقى الموضوع مش سهل خالص، ما بتبقاش عارف مين اللي هيكسب، بطوله صعبه طبعا، خاصه احنا بننظمها واحنا حامل اللقب، وخاصه ان في فرق كبير ان المنتخب التونسي ب 10 ألقاب واحنا بسبعه، فاتمنى ان احنا نحاول نقلل الجاب اللي هي موجوده دي، واتمنى من ربنا ان شاء الله ان احنا نكسب البطوله باذن الله. ان شاء الله يا كابتن. سؤال اخير، في عروض احتراف الفتره الاخيره ولا لا؟ والله يعني الحمد لله في، بس هو مش ده اللي انا الواحد دلوقتي بيفكر فيه حاليا، الحمد لله يعني الواحد مركز مع نادي الزمالك الفتره دي، وبقى لي هو الحمد لله السنه بعد الاحتراف ان انا جت، فحاليا دلوقتي مفيش اي حاجه، مركز مع الفرقه ومركز مع اهداف الفرقه اللي احنا نتمنى ان احنا نحققها، وان احنا نحاول نرضي الجمهور والنادي والناس المسؤوله عننا، وغير كده ان شاء الله يعني الحاجات دي كلها اعتقد سبق الاوانها، يعني ان شاء الله يكون الفتره الجايه دي بس اهم حاجه في النادي، يعني تبقى الدنيا كويسه، وبعد كده الخطوه اللي بعديها على طول مع المنتخبين، السنه دي الموسم طويل جدا جدا، واتمنى ان شاء الله ان احنا نخلصه على خير مع النادي ومع المنتخب باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن. ربنا يخليك، شكرا ليك. شكرا.